أعزائي الطلبة، نرحب بكم في صرحكم العلمي وصانعة مستقبلكم جامعة بيرزيت. مع خطوتكم الأولى لدخول الجامعة تبدأون مرحلة جديدة والأكثر أهمية في حياتكم. أنتم اليوم في مجتمعكم الصغير، ولكن بجهودكم وتحصيلكم الأكاديمي والمعرفي سينمو هذا المجتمع، وبعطائكم سيثمر تقدما لكم وللجامعة. بتميزكم حجزتم مقاعدكم في رحلة أكاديمية ستستمر سنوات، وأضاءتم شمعة جديدة في فضاء جامعتكم جامعة بيرزيت. أهلا وسهلا فيكم أعزائي الطلبة. أنتم الدفعة الجديدة من الطلبة اللي قبلوا في جامعة بيرزيت، تقدمتوا بأعداد كبيرة من الطلبة وتم اختياركم، فمبروك لكم قبولكم في جامعة بيرزيت. بتأمل في السنين القادمة تقدروا تدرسوا دراسة ناجحة من خلال الخيارات الكثيرة المطروحة قدامكم. في عنا حوالي 45 برنامج بكالوريوس، حوالي 20 برنامج ماجستير. المهم لكل واحد فيكم يختار الإشي أو الحقل اللي بيعتقد أنه بحقق ذاته من خلاله بيقدر ينجح فيه. جامعة بيرزيت هي كما بتعرفوا جامعة تقدم ليس فقط جو أكاديمي جيد، إنما أيضا جو يساعد على بناء الشخصية وتحقيق الذات في جميع المجالات. وبتأمل أنه تكون الفترة القادمة لكم فترة دراسة ممتعة، تعملوا فيها صداقات وتبنوا فيها كمان أسس لمستقبل واعد إن شاء الله. ستقلكم المواصلات العامة لمدخل البوابة الغربية. هناك يقف حراس الجامعة الذين يهتمون بسلامتكم وراحتكم، وقد يطلبون من الطلبة إبراز البطاقة الجامعية والتي يجب أن تكون بحوزتكم لتسهيل أموركم الجامعية. بعد دخولكم وعلى يمينكم تقع كلية العلوم ويرمز لها بالأحرف SCI اختصاراً لكلمة ساينس. وإذا أكملتم طريقكم شرقاً ستمرون بعيادة الجامعة ويرمز لها بالأحرف CLI اختصاراً لكلمة كلينيك. وعلى ذات الجانب تقع كلية الدراسات العليا ويرمز لها بالأحرف GRA اختصاراً لكلمة graduate. وآخر مبنى في هذا الاتجاه هو مبنى كلية التجارة والاقتصاد ويرمز له بالأحرف COM اختصاراً لكلمة commerce. على الجهة المقابلة لكلية التجارة والاقتصاد متحف المقتنيات التراثية والفنية الذي يستضيف المعارض الفنية المتميزة على مدار العام. يلاصق المتحف مبنى مكتبة يوسف أحمد الغانم، وهو المكان الذي ستترددون عليه باستمرار ويرمز له بالأحرف LIB اختصارا لكلمة library. وفي المكتبة موظفون وموظفات لمساعدتكم والإجابة على استفساراتكم، وهناك تعليمات لكيفية البحث المحوسب عن الكتاب أو الدورية التي تريدونها. عند خروجكم من المكتبة والاتجاه يمينا سيواجهكم مركز الحاسوب ريتاج. ريتاج هو اسم الصفحة الإلكترونية الخاصة بجامعة بيرزيت، ومعناها بالعربية البوابة العظيمة.
وقد أعد هذا الموقع الإلكتروني خصيصا لمتابعة وضعكم الأكاديمي والاطلاع على الكشوفات المالية الخاصة بكم، ولإبقائكم على اطلاع حول أي معلومات أو إعلانات. وعن طريق ريتاج يتم التواصل بين الأساتذة والطلبة، وبإمكانكم استخدام هذه الحواسيب لأغراض البحث وإتمام الواجبات الأكاديمية والاستعمالات البريد الإلكتروني. كما توجد عدة مختبرات للحواسيب في كليات الجامعة. للوصول إلى صفحة ريتاج يتم من خلال عنوان الصفحة على موقع الجامعة ritaj.birze.edu، ومن ثم تمرون بقاعة النشاطات الطلابية والتي يتم حجزها من الطلبة للاجتماعات وأي أنشطة ثقافية أو فنية أخرى. في قلب الجامعة يوجد مبنى الإدارة، حيث يتابع رئيس الجامعة ونوابه والدوائر المساندة العملية الأكاديمية، وتشمل دائرة التسجيل والقبول، دائرة المالية، دائرة الخدمات العامة، دائرة العلاقات العامة. مقابل مبنى الإدارة يوجد مقر مجلس الطلبة الذي يتم انتخابه سنويا. وأمام مبنى الإدارة تقع كلية الهندسة، ويرمز لها بالأحرف ENG اختصارا لكلمة Engineering. وفي الطابق الأرضي تقع عمادة شؤون الطلبة، وتضم مكاتب المرشدة الاجتماعية والنفسية، مكتب منسقة العمل التعاوني، ومكاتب المساعدات المالية. عند خروجكم من كلية الهندسة وإلى يمين مبنى الإدارة، تؤدي بكم هذه الطريق يمينا إلى قاعة الشهيد كمال ناصر، قاعة المحاضرات والمؤتمرات، ويسارا إلى معهد الحقوق، ويرمز له بالأحرف IOL اختصارا ل Institute of Law. يقابل مبنى الحقوق مبنى آل مكتوم، ويرمز له بالأحرف MAK اختصارا لكلمة مكتوم. وفي الطابق الأرضي للمبنى يوجد مطعم جامعة. في مبنى آل مكتوم أيضاً مركز تطوير الإعلام بوحداته المختلفة وبرامج الإعلام. أسعد الله أوقاتكم، إليكم نشرة الأخبار من راديو بيرزا 92.1 FM. قام إلى جامعتنا، عدا عن ذلك إنه النشاطات ليس بكاملها ممنوعة أو يعني غير مسموح، إصدار البيانات وتعليق اليافطات التي تقول عن طرف ضد طرف أنه قال عن جماعة كذا، أما النشاطات الأخرى مثل